وللتعليق على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الباحث في الشان العراقي الاستاذ شاهو قرداري، اهلا ومرحبا بك. حياكم الله. وايضا معنا عبر سكايب من اثينا الدبلوماسي والاكاديميه العراقيه الدكتور فاروق فتيان الراوي، اهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناه الراشدين. حياك الله. ابدا معك استاذ شاهو، الانتفاضه بشهرها الثاني وبمشاركه واسعه من كافه فئات الشعب العراقي شيبه وشبابا، يعني كيف ترى تفاعل العراقيين مع هذه الانتفاضة؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. حقيقة على الرغم من كافة الوسائل القمع التي مورست خلال هذا الشهر بحق المواطنين، إلا أننا نرى أن الموجة تتسع أكثر. هذا يؤشر على أن المواطنين لم يعد يصدقوا هذه الحكومة في وعودها للإصلاح، لا الحكومة ولا البرلمان ولا رئاسة الجمهورية ولا كل الأطراف التي وعدت بالإصلاح والتغيير وحاولت تهدئة الشارع. أيضا نحن نشعر بتغيير كامل حاصل الآن. المواطن البسيط هو الذي يقرر والمسؤول يحاول تنفيذ هذه القرارات. لأول مرة ينقلب المعادلة، لأول مرة يحاول رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أن يبادروا في طرح مشاريع للإصلاح حتى يكسبوا ود الجماهير مرة أخرى ويحققوا هدفهم بإخماد هذه التظاهرات. ولكن نرى أن المواطنين لا يستجيبوا لهذه الدعوات، لأن المصداقية للأسف خلال التجارب الماضية، خلال موجات المظاهرات في الماضي، المصداقية لم تعد موجودة، لم يعد هناك ثقة في هذه الطبقة السياسية. وأيضا الشرائح المجتمعية بالكامل انخرطت في هذه الموجة ولم تصدق الإشاعات المغرضة من قبل الحكومة ومن قبل الخارج التي حاولت تشويه الموجات التظاهرات وربطها بالخارج، لم تصدق هذا الشيء. وأصبحت حتى الساحات التي اجتمعت فيها المئات سابقا الآن يجتمع فيها الآلاف ويحاولون التعبير عن رأيهم وتحقيق مطالبهم. انتظروا 16 عام ولا يريدون أن ينتظروا أكثر ويضمنوا مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. نعم. وهذا يدفعنا للسؤال عن وضع الحكومة الآن دكتور فاروق. وكالة فرانس بريس أكدت أن الحكومة في حالة شلل تام مع دخول الانتفاضة والمظاهرات شهرها الثاني الآن. كيف تقيم وضع الحكومة العراقية والقيادة العراقية الحالية في ضوء هذه التظاهرات التي تستمر لشهرها الثاني على التوالي؟ بالتأكيد الحكومة محرجة جدا ولا تستطيع أن تعبر عن أي شيء، لأنها كانت تراهن في السابق على أن هذه المحافظات وأن جماهير هذه المحافظات ولاءها محكوم إلى هذه الحكومة. راهنت على الورقة الطائفية وأنها في المحافظات الجنوبية الوسط والجنوب تمثل أغلبية، إن صح التعبير إن سمينا المسميات بأسمائها، أغلبية شيعية ربما يكون ولاءها لهذه الحكومة. ولكن هذه التظاهرة، وأنا أعتبرها ثورة الشباب وليس انتفاضة، ثورة الشباب أسقطت هذه الورقة التي راهنت عليها كثيرا الحكومة منذ 2003 ولحد الآن. ولذلك الآن هي في أصعب مراحل تمر بيها. في السابق كانت المظاهرات عندما تحصل في أو التظاهرات عندما تحصل في المحافظات الغربية كانت تهمة الإرهاب وتهمة الدواعش والصداميين والتكفيريين والبعثيين، كانت تهمة توجه إلى هؤلاء. الآن هذه الورقة أصبحت ساقطة، لأن من انتفض في بداية تشرين انتفضهم شباب أغلبهم بأعمار من 16 إلى 25 عام، وأغلبهم يمثلون تيار كان كانت الحكومة تراهن على هذه الشريحة من المجتمع. أنا أعتقد أن هذه التظاهرات أسقطت ورقة الطائفية وورقة التي راهنت عليها الحكومة المحافظة التي بديت منذ عام 2003. دكتور فاروق ابقى معنا. أستاذ شاهو، يعني الشريحة التي أثرت في الانتفاضة بشكل كبير هي شريحة النقابات. اليوم كثير من النقابات دخلت إما داعمة أو مضربة مع الانتفاضة، منها نقابة المعلمين، نقابة المهندسين الزراعيين التي مددت
إضرابهم عن العمل وعن الدوام، كيف ترى الدور النقابي في دعم وتقديم يعني الدعم النفسي والمعنوي إلى المنتفضين؟ هذا الدور مهم جدا من قبل النقابات والجمعيات وكافة المؤسسات الموجودة في العراق. نحن تساءلنا عن وجود عشرات من المنظمات التي تأخذ دعما خارجيا وداخليا بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، اختفت تماما في هذا الواقع، وأثبتت أنها مجرد مؤسسات غطاء للفساد وفساد الأحزاب الموجودة وفساد الجهات المتنفذة داخل الدولة. ولكن هذه النقابات أثبتت أنها هي الصوت الحقيقي التي تشجع على مطالب الحقيقية للوصول إلى الحقوق والحريات الموجودة. وبالتالي نحن نرى أن نقابات المعلمين وحتى المزارعين يتحدثون بصوت عالي ويحاولون أن يقفوا مع المتظاهرين ومع مطالبه المشروعة، ولكن بالمقابل الصحفيين الذين تم بناؤهم وتأسيسهم من قبل الحكومة والأحزاب خلال السنوات الماضية نرى أنهم ساكتون وصامتون عن هذه الانتهاكات الموجودة. وهذا يثمن دور هذه النقابات في الخروج ويؤكد أن يفند الادعاءات بأن المتظاهرين وراءهم دول أو سفارات أو جهات خارجية، بل يؤكد أن ما يعانيه المتظاهر أو الشاب البسيط في الشارع يعاني منه كافة الشرائح، وبالتالي جميعهم يخرجون بهذا الروح، جميعهم يزيدون من روح الحماسية لدى المتظاهرين لدى الشباب. وبالتالي كلما توسعت الموجة أكثر كلما كانت الضغوط على حكومة عبد المهدي والمنظومة السياسية أكثر وأعلى، وكلما اقترب المواطنون من تحقيق أهدافهم. نعم. دعنا نعرف على ماذا تراهن هذه القوى السياسية أو المنظومة السياسية في البلاد. دكتور فاروق، بالفعل على ماذا تراهن هذه القوى السلطة أو الحكومة بكافة والقيادة العراقية بكافة أطراف؟ هل تراهن على كسب الوقت كما يعتقد المتظاهرون، أم أنها تبحث عن بديل لعبد المهدي على سبيل المثال؟ الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد هذا اليوم راهنت أو كانت تراهن على الدعم الخارجي، سواء كان الدعم الأمريكي ومن ثم الدعم الإيراني. الحكومة العراقية سواء كانت حكومة عبد المهدي أو حكومة العبادي أو حكومة نور المالكي، معروف أن في الانتخابات كانت انتخابات مزورة، لم تأتي باسم الشعب ولم تمثل الشعب في يوم من الأيام. وآخر انتخابات كل الدلائل تشير إلى أن نسبة المشاركين لم يتجاوز 18%. فإذا هي تراهن، في السابق راهنت وما زالت على الدعم الخارجي الذي يقدم لها. الآن سقطت ورقة الطائفية وسقطت ورقة المحاصصة وسقطت ورقة أنه تقديم هبات أو معونات أو الوعود بوظائف، لأن الشعار تغير والمطالب تغيرت. الآن أول شعار نزل إلى الساحة كان إسقاط النظام، والشعار الثاني أو الهدف الثاني هو نريد وطن، لم يعد الخبز ولا الماء ولا الكهرباء يمثل شيء لثوار انتفاضة تشرين. نعم، شكرا لك دكتور فاروق الراوي، كنت معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. شكرا لك دكتور. أستاذ شاهو، يعني السياسات العراقية منذ عام 2003 أو طريقة تعاملهم مع الشعب العراقي أنهم أثبتوا أنهم هم سبب التفرقة وأثبتوا هم سبب عدم الانضباط الموجود داخل العراق. اليوم المتظاهرون أو المنتفضون في سوح الحرية كما أسموها أثبت وجود نظام داخلي لديهم، فهناك من ينظف، هناك من يعمل، هناك من يجلب الطعام والمعونة الغذائية، وهناك من يسعف الناس، وهناك من يداوي. كيف تعلق على هذا النظام الداخلي الذي بنوه بأنفسهم وهم شباب صغار؟ النظام السياسي، الأحزاب التي شكلت الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات كانت أحزاب فاسدة، وبالتالي حاولت نشر الفساد في كل مؤسسات وفي كل يعني في المجتمع، في الدولة، في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، حاولت تخريب هذا المجتمع، تدميره بحجة الطائفية، إدخال الفتن فيها. ولكن عندما نرى التعامل الطبيعي والسليم من قبل المتظاهرين دون تدخل الدولة،
هذا الأمر يؤكد أن الناس على الفطرة السليمة، ولكن الحكومة خربت هذا الأمر، الحكومة تحاول تخريبه حتى الآن. يعني نرى أنهم يخرجون بمطالب سلمية ويرفعون شعارات سلمية، والشيء الوحيد الذي يرفعونه هو العلم العراقي، بينما المقابل يقوم بقنصهم وقتلهم ومحاولة، الآن هناك محاولات لزرع الفتنة داخل المظاهرات بعدما أدركوا أنه من الصعب إفشال هذه المظاهرات وإخمالها. محاولة شيطنة هذه التظاهرات، يريدون شيطنتها ودفعها إلى العنف لتبرير القضاء عليها، ولكن إلى الآن فشلوا في ذلك، وإلى الآن المتظاهرون يقدمون نموذج راقي ونموذج جميل ونموذج يعني يشارك فيه الآلاف من الشباب، ولكن دون أي مشكلة تحصل، ولا يريدون أصلا لتدخل حكومي لتنظيمه، مجرد ما يريدون هو تحقيق مطالبهم التي هي مطالب يعني بسيطة ورئيسية لأي مواطن يعيش في أي دولة في العالم، ولكن المقابل لا يعترف بهذه الأمور ويريد تخريبها بدل الاستجابة لهذه المطالب. أستاذ شاهو، تعرف طبيعة الموقف الإيراني تجاه هذه الانتفاضة، وتعرف ما يقوله زعماء الميليشيات الموجودة في العراق، موقفهم واضح، يسمونها فتنة، يتعاملون معها بعنف شديد، وربما هناك ما تخبئه الأيام مع الأسف تجاه هذه التظاهرات. ما هو تقييمك لهذا الموقف، وماذا تتوقع، كيف تتوقع أن يتعاملوا مع الانتفاضة التي بدأت تتسع بشكل كبير جدا وخرجت على ما يبدو عن سيطرتهم؟ حقيقة موقف خطيب طهران الذي كان تدخل واضح في الشأن العراقي واتهام للمتظاهرين، وموقف خامنئي أيضا قبله، ورجال الدين وأيضا السياسيين الإيرانيين يوميا لديهم مواقف، أنا أعتقد أن هذه المواقف أمر طبيعي، لأنهم يشعرون أن المواجهة أصبح بين العراقيين وبين النظام الإيراني. نحن نرى أن تضرب صور الخامنئي في العراق، هناك دعوات الآن تجاوزت التظاهرات، بل دعوات لمقاطعة البضائع الإيرانية وضربة اقتصادية لإيران، وبالتالي هذا أيضا يدل على أن المواطنين أدركوا أن الأحزاب الموجودة مجرد وكلاء، الأصيل هو في طهران، وبالتالي يرفعون شعار ضد الأصيل، والأصيل يشعر بهذا الشيء. الآن خامنئي عندما يصرح بهذا الأمر هو يعبر عن قلقه من هذه التظاهرات، لأنه يخسر الحاضنة الشعبية الذي كان يحاول أن يؤسس لها ويصنعها منذ 2003، هذه انتهت، وإيران مستقبلا ليس لديها أي حاضنة شعبية في العراق، عليها أن تعول مجرد على الأحزاب والميليشيات، وهذا لا تنجح بلا وهذا شك. ما أثبته الشارع على سبيل المثال، الشارع العراقي الآن والمظاهرات التي خرجت. أشكرك جزيلا أستاذ شاهو القرداغي، الباحث في الشأن العراقي، كنت معنا في الأستوديو. جزيلا شكرا. شكرا لك.